حياكم الله مشاهدينا في حوار المساء. أوردت صحيفة الإمارات اليوم في صفحاتها المحلية أن الهيئة الاتحادية للضرائب كشفت أن قانون ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية في الدولة سيصدر خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأوضحت الهيئة في ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب بعنوان ضريبة القيمة المضافة لتجار التجزئة وآلية التسجيل، أن التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة سيكون إلزاميا في الربع الرابع من العام الجاري، وذلك تمهيدا لبدء التطبيق اعتبارا من الأول من يناير 2018، محذرة من أنه سيكون محظور على التجار ومحال البيع بالتجزئة مباشرة أعمال التجارة ما لم يسجلوا في هذا النظام. اليوم سنقف على نظام قانون الضريبة المضافة ومعرفة المزيد من تفاصيله، وسيكون إن شاء الله معنا الأستاذ محمد المهري كاتب وباحث اقتصادي، ولكن بعد هذا التقرير. كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قانون ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية في الدولة سيصدر خلال الربع الثالث من العام الجاري. ضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك. أما ضريبة السلع المنتقات خاصة بالمنتجات التي تسبب أضرار على الصحة مثل مشتقات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، علما أنه سيتم تسجيل جميع الشركات داخل الدولة بالنظام الضريبي الجديد مع نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات المسجلة بين 300 ألف إلى 350 ألف شركة. يشار إلى أن الغرامات الإدارية لمخالفة قانون ضريبة القيمة المضافة تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 3 أضعاف قيمة الضريبة غير المدفوعة، بينما تراوح عقوبات التهرب الضريبي بين فرض 5 أضعاف الضريبة غير المدفوعة وإغلاق الشركة لفترة 72 ساعة، كما تصل إلى السجن أحياناً. كما ونوهت الهيئة إلى أن الإجراءات الضريبية الجديدة لن تؤثر على مكانة الإمارات وتنافسيتها، لأنها تعد ضمن الأكثر انخفاضاً عالمياً، إذ أن الضرائب رافد مهم لتنويع وتنمية اقتصاد الدولة والمساهمة في تطوير البنى التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. مساك الله بالنور سيد محمد المهري. حياكم الله كريم. يا هلا ويا مرحبا سيد محمد. بداية لو بتعرفنا شو معنى تعريف ضريبة القيمة المضافة وشو الفرق بينها وبين ضريبة الدخل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الضرائب موضوع قديم جدا في الدول المتقدمة، وعرفت أوروبا هي أول من بدأت بتطبيقاته وخصوصا فرنسا. ضريبة الدخل أي شيء يدخل عندي كراتبي مثلا، أي شيء بدخله بيأخذون عليه ضريبة، وهذا مطبق في أغلب دول أوروبا، يمكن كل دول أوروبا، ولكن لحسن الحظ ليس مطبق في الإمارات، وأتوقع لفترة طويلة لن يطبق في الإمارات في موضوع ضريبة الدخل. وهذا أول ما يمس الرواتب ويمس دخل الشركات، مثلا الشركات اللي تحقق أرباح معينة وعوائد معينة عليها ضريبة الدخل. هذا لن نتكلم فيه لأنه لا يعني الموضوع اللي نحن فيه. أما ضريبة القيمة المضافة هو يلامس السلع والأمور الشرائية والعمليات الشرائية، وأيضا حسب ما سمعنا في التقرير عندكم يعني سيبدأ بملامسة السلع والبضائع المنتقاة. هذا هو موضوع القيمة المضافة أو ضريبة القيمة المضافة. طيب اتجاه دولة الإمارات إلى مثل هذا الأمر هل سيسهم في إضافة وتحسين في السلوك الاستهلاكي وكيف؟ هذا مؤكد. سبحان الله تعودنا بخصوص أمور دراسة سلوك المستهلكين دائما الكونسيومر بيهيفير، أي تغير يحدث في السوق يكون له ردة فعل مقابلة له إما سلبا أو إيجابا من قبل سلوك المستهلكين. لكن طول الفترة اللي طافت المتحكمين في سلوك المستهلكين هم كانوا العقاريين وتجار السلع، أصحاب المولات وأصحاب الماركات التجارية. الآن دخل في موضوع التأثير على سلوك المستهلك ضريبة القيمة المضافة. أكيد سيتغير، الناس تعودوا على الإسراف والتبذير بدون أي سبب لأنه شاف الأسعار يعني رخيصة. الآن سترتفع شيء بسيط ترى، مو بذاك الارتفاع. الناس يعني أنا ما أبغى الناس تخاف وتسوي بلبلة في موضوع ضريبة القيمة المضافة. الارتفاع بسيط 5%، هذا كل 100 درهم 5 درهم وليس في كل السلع. الأمر اللي بيخلي المستهلك يكون ضابط مشترياته
مش ذاك الضبط يعني، بس بيكون في شويه تنظيم وشويه ترتيب للمستقبل. جميل. طيب سيد محمد، كيف سوف تسهم الضريبه المضافه في تحسين الاحوال الاقتصاديه؟ اكثر تفسيرا خلينا نفسرها. الله، اول حاجه اغلب دول العالم، احنا لو رحنا راينا سويسرا، سويسرا ما عندها بترول. نعم. المانيا ما عندها مصادر موارد طبيعيه مثل الموارد اللي موجوده في دول الخليج على سبيل المثال. صحيح. امريكا عندها موارد، لكن اغلب دول اوروبا ما عندها. اليابان ما عندها موارد دخل. ولكن اغلب الدول العظمى والدول المتقدمه معتمده على موضوع الضرائب عموما، والضرائب هو ترى نظام قريب الى النظام التكافلي والتكاتفي. الحكومة تعطيك أشياء وتقتطع منك أشياء ومقابلة ترجع لك أشياء. هذا بالمفهوم العام. في الإمارات ضريبة قيمة القيمة المضافة هي 5%، يعني مو بذاك المبلغ الضخم، ولكن 5% على يعني 5% و5% من ملايين الأشخاص بتكون بالنسبة للحكومة دخل كبير. على الفرد ما راح تؤثر تأثير كبير، لكن بالنسبة للحكومة دخل كبير سيعاد توظيفها إلى الداخل، يعني إلى داخل الدولة نفسها، خصوصا دولة الإمارات عودتنا وعلمتنا ان اي مبالغ تدفع من قبل الافراد والاشخاص يعاد توظيفها لمصلحه وتنميه البلد. ايضا نبغى ندخل على موضوع بس شوي بعرج، ضريبه القيمه المضافه لن تكون على الرز ولن تكون على الطحين ولن تكون على الحليب المجفف، السلع الاساسيه اللي يحتاجها الانسان مباشره لن تدخل فيها هذه الشغلات. السكر لن يكون عليه ضريبه قيمه مضافه، لكن سيدخلك على بعض انواع الشوكليت، بيدخلك على السجاير بصفة أولى. نعم. أيضا الحكومة ما راح تطبق القرار هذا مباشرة، لكن لو أريد أن أقفز إلى مواضيع أخرى خلني أركز شوي في موضوع السلع. بتدخلك في التبغ، بيرفعون السعر، البيبسي بيدخلوا لك فيه. أغلب السلع خلينا نقول رقم واحد الضارة هي اللي بيبدؤون فيها. ليه؟ نعم. لأن هذه تخسر الدولة تكاليف عليا في موضوع الصحة والسلامة والأمراض والأمور هذه. إذا أنا برفع بسوي 5% على هذه السلع الضارة حتى استطيع ان اعالج المستهلكين لها، او ايها المستهلك دع عنك السلع الضاره. نعم. جميل طبعا ان يكون الاهتمام في البدايه مع مثل هذه الانواع من السلع، لانها فعلا نحن بحاجه الى وقفه امامها، واضرارها صارت يعني ملموسه في المجتمع مع التطور اللي حاصل. زين استاذ محمد، اللجنه التي قامت بفرض هذه الضريبه على ماذا يعني اعتمدت؟ هل على تجارب دول متقدمه او على تجربه خاصه بدوله الامارات العربيه المتحده حتى تكون عمليه التطبيق فريده من نوعها؟ الاثنين معا. طبعا الامارات مشهوره جدا في موضوع شيء يسمى البيست براكتس. الامارات تشوف الاخرين ماذا فعلوا، ثم تدرس الوضع وتشكل له لجنه، ثم تشوف تدرس الاوضاع الداخليه والبيئه الاماراتيه وطريقه التفكير الاماراتي والثقافه الاماراتيه والمجتمع الاماراتي، وتدرس العوامل المحيطه فيها، ثم تطبق النظام المناسب لها. واول تجربه كلنا نتذكرها، هي تجارب كثيره لكن اللي واضحه للناس تجربه لما ارتفع سعر البنزين في الامارات. نعم. فالامارات ما سوت المفارقه، الناس كانت متخوفه. صح ان ارتفع البترول ارتفاع طفيف بعض الشيء والناس تضايقت وكانوا يقارنون مع الدول الاخرى، لكن بعد مرور سنه راينا الدول الاخرى صار البترول عندهم اعلى واغلى من دوله الامارات. نعم. فالامارات خذت التجارب، شافت التجربه اليابانيه في الضرائب، شافت التجربه الفرنسيه وتجارب دول مختلفه، شافت تجربه مصر، مصر متقدمه جدا ومتطوره جدا في موضوع الضرائب. نعم. درستها، ثم شافت الطريقة المثلى اللي بتطبقها في الإمارات. فنريد أن نطمئن الناس بأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والله ستعود بالنفع على الصالح العام. في النهاية بيكون في تنمية، بيكون في رفاه، بيكون في ثراء، بيكون في إضافة بسيطة بضيفة، بيكون في أيضا نطاقات أعمال جديدة ستظهر على السطح. نعم. طيب إذا تكلمنا عن الخطة الإنفاقية المثلى للمستهلكين للتعامل مع ضريبة المضافة، كيف تكون لهم خطة معينة يمشون عليها؟ بسيط. يعني الدلع الزايد قبل يخفضه. هذا الكلام لي حاسس إنه أنا ما أدري ليش. لا لا، هاي الدلع طلعت من قلبك يا محمد. صحيح والله يا أخي. أنت لو تلاحظ الآن سنابات شات، الحين انت لو عندك سنابات وتتابعون حد، كلهم ترى مسافرين، الاماراتيين الحين الشباب وحتى غير الاماراتيين كلهم برا ويصوروا لك، الكل شغال ما شاء الله، مرشدين سياحيين كلهم شغالين مروجين مجانا. طبعا هذه تكاليف عاليه. اذا ايها الشخص، اذا هناك يعني ضريبه قيمه مضافه تسكر 5%، حاول تضع خطه ادخاريه انت لنفسك جديده 5% او 10%. وايضا خذ الاشياء الضروريه لك وخذ الكماليات، لكن بدل لا اروح واشتري عطرين اشتري عطر يا اخي، وبعد شهرين اشتري العطر الاخر.
يعني في توازن بيكون، يعني هذه النصيحه ان توضع خطه ادخاريه. هذا لازم نحط نحن خطه بس حق ضريبه حق الحريم بروحهم دون الريايل. والله الحريم انا متاكد اغلب النساء الان لو فتحوا ادراجهم في ودواليبهم بيشوفون فيها اشياء والله ما تستخدم. قراطيسها بيحصلونها، انا واحده منهم صح من كلام استاذ سيد صلاحيه محمد. صحيح استاذ محمد، هناك اكيد محاذير يعني قد يخشاها اصحاب الاعمال من قانون الضريبه المضافه، هل عندك اطلاع او توقعات لما ستكون عليه؟ لاحظت انا اغلب رجال الاعمال او اصحاب الاعمال اللي هم خايفين واللي هم اللي عندهم المحاذير هذه هم صغار رجال الاعمال اللي هم رواد الاعمال اصحاب المشاريع الصغيره. اصحاب المشاريع الكبيره مش متخوفين من اي شيء لان هذين عندهم نضوج تجاري. وصدقوني انا اقول حق رواد الاعمال عيدوا حساباتكم بطريقه شويه افضل وبطريقه اكثر احترافيه على اساس موضوع القيمه المضافه، وهي ترى مش معقده ترى ضريبه القيمه المضافه، هي دائما بطريقه سهله جدا. انت لما باكر بتبيع يا صاحب المطعم او يا صاحب الكوفي بتبيع شغله معينه، في سيستم بيتركب عندك في 5% راح تنخصم من عندك، انت راح تاخذها اصلا من المستهلك، بس المستهلكين ما بتكون قوتهم الشرائيه مثل ما كانت قبل، ستنخفض بنسبه 5% 10% ممكن 20%. لكن تعلمنا من سلوك المستهلكين في الاسواق ان المستهلك يضبط نفسه في الشهور الاولى، ممكن يضبطها 6 شهور ترى، وبعدين عادت ريما لعادتها القديمه. لا والله لا والله انا ما اعود. سيد محمد، يمكن مع كثره الاشاعات او كلمه الضريبه او الضرائب الناس تخاف تتخوف منها، فمع الزوبعه اللي تصير والاشاعات اللي تطلع الناس تخاف، كيف نقدر نطمئنهم من موضوع الضريبه او الضرائب؟ اعطيك مثال، مثلا شخص الحين بيشتري بيت قيمته خلينا نقول مليون درهم، شراء بيت مليون درهم، انت دافع المليون درهم. جميل. راح تحط على المليون درهم ترى 50,000 زياده اللي هي 5% في العمليه الشرائيه بتروح للحكومه. صحيح. يعني هل هذا المبلغ بيهزك هز؟ مليون بتدفع وفوقه 50,000. ترى مش ذاك المبلغ الضخم، فهي مش ذيك الامور، وبعدين كم بيت انت بتشتري في حياتك؟ صح. بيتين في حياتك تشتري؟ فمش هذيك. بعدين انت اكثر استهلاكك ايها المواطن او انت المقيم اكثر استهلاكنا بيكون على الخبز، الخبز ما راح تلمس القيمه المضافه، السكر ما راح يجي صوبه، الحليب ما راح يجون صوبه، الاشياء الاساسيه. تروح الاعلان عشان تشتري لي سنيكرز كنت بتشتري قبل ب3 دراهم استوى عليك ب3.10 فلس، ما مو بذاك التاثير الكبير، فما في داعي لتضخيم الامور. اضف الى ذلك انت تضمن سلامه الدوله اللي انت مقيم فيها، الدول الان تواجه تحديات اقتصاديه. نعم. وصحه الاقتصاد العالمي مبني على الضرائب، امريكا كلها مبنيه على الضرائب. صحيح. فالامور مطمنه جدا جدا طبعا جداً. بالاضافه ستتوفر وظائف جديده مع هذا القانون. نعم. جميل. طبعا اكيد استاذ محمد البهري كل الشكر لك على هذا التواصل وعلى هذا السرد للحديث في هذا الموضوع، شكرا لك. لكم التحية. الله يحفظك يا رب. شكرا للأستاذ محمد المهري كاتب وباحث اقتصادي. مشاهدينا كنا قد طرحنا على سعادة خالد البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب سؤال حول نظام تسجيل الشركات في قانون الضريبة المضافة، وبنتابع وياكم هذه الإجابة. قانونين، قانون القيمة المضافة، ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية. قانون القيمة المضافة بيّن أن الشركات اللي مبيعاتها فوق 375 ألف درهم ملزمة بالتسجيل، هذه المجموعة اللي بيتم تسجيلها، والشركات اللي تستورد أو تخزن أو تبيع أو تصنع سلع انتقائية يجب عليها أن تسجل. فالقوانين الضريبية في دولة الإمارات، قانون الإجراءات الضريبية وضح، والقوانين اللي بتصدر بتلزم هالشركات أنها تسجل في الهيئة الاتحادية للضرائب. ففي خطة وضعتها الهيئة للإعداد مسبق قبل صدور القوانين، على أساس أن تكون الشركات تكون جاهزة قبل تنفيذ القوانين، تكون جهزت ملفاتها، عدت سجلاتها، وسجلت فيه الهيئة تفادي ليكون فيه هناك أي تأخير من طرفهم مخالفة القوانين. القانون قيمة الضريبة المضافة واضح، إحنا في الاتفاقية الدول مجلس التعاون اتفاقية الإطارية واضحة أن هي حددت 5% على السلع والخدمات، فهي واضحة فموجودة طبعا في القوانين، اللوائح التنفيذية بتوضح التفاصيل اللي خاصة فيها، وإن شاء الله في صدورها بتكون كشف السلع واضحة في القوانين. أنا حابة أوضح السؤال هذا، إحنا لو نتكلم عن ضريبة indirect tax غير مباشرة، هذه اللي يتحملها المستهلك وليس الشركات.
الشركات هي دورها بس التعاون مع الحكومة في تحصيل الضريبة، فلن يكون هناك أي أثر سلبي على الشركات هذه، لأن هذه من كل الممارسات العالمية، كل الدول فوق 150 دولة تطبق هذه الضريبة يعني، فما بيكون لها أي أثر سلبي على الشركات أو جذب الاستثمار. لكن في الوقت نفسه أنت ذكرتي الأثر على المستهلك، الأثر على المستهلك تم دراستها بتعمق من وزارة المالية، لأن الضريبة اللي نسبتها منخفضة 5% وهي ضئيلة مقارنة مع النسب الضريبية في الدول الأخرى، فما بيكون في عبء كبير أو على الأفراد في المجتمع والمستهلك. كنا معكم مشاهدينا في حوار المساء، بعدنا متواصلين معكم بس من بعد الفاصل هذا.